احنا ما نعرف الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به الى ايش؟ الى ايش؟ الى السماء. اسمعوا الى هذه القصة العجيبة. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء. وكان مع الرسول مين؟ مين اللي كان مع الرسول في رحلة الإسراء والمعراج؟ جبريل عليه السلام. جبريل هذا كيف خلقته؟ خلقه الله عز وجل وجعل له 600 جناح. الجناح الواحد إذا طرده جبريل يسد ما بين المشرق والمغرب. يا أخوان هذا خلق من خلق الله، وملك من الملائكة اللي خلقهم من؟ الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مشينا وصعد بي أنا، صعد بي أنا وجبريل للسماء. السماء الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى جينا عند مكان نسمع فيه صريف الأقلام، صوت الأقلام اللي تكتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل، شفت جبريل هذا اللي له 600 جناح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيته كقطعة ايش؟ القماش البالية. يقول الرسول شفته زي قطعة القماش البالية. تدرون ليه؟ من خوف الله ومن إجلال الله ومن تعظيم الله. يقول جبريل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم هذا مكاني، هذا آخر مكان أنا أكون فيه، لو تقدمت خطوة واحدة لاحترقت من نور الله. فما أعظم الله جل في علاه الذي عصيناه وجعلنا حياتنا وانفاسنا واوقاتنا في غضبه وفي سخطه. ليش نعصي الله عز وجل؟ ليه ما نرجع؟ ليش ما نتوب؟ ليش ما نفرح الله عز وجل؟ ليش ما نرجع؟ اللي تاب احسن مني، اللي ترك الذنوب والمعاصي، اللي مسح اللي في جواله، اللي كسر سنهاته، اللي رمى الخمور والمخدرات، اللي مسح رقاب البنات احسن مني. احسن مني فيش؟ لا مو احسن منك، لكنه عظم الله لأنه يحب الله، لأنه يخاف من الله عز وجل. فإحنا لازم نعظم الله، لازم نعود إلى الله، لازم نرجع إلى الله عز وجل. تخيل يا أخي، تخيل يا غالي، تخيل يا حبيبي، تخيل يا نور عيوني، تخيل تخيل أنت الليلة جلست الجلسة هذه، تخيل وسمعت الكلمات هذه وقلت أقسم بالله إني أحبك يا الله، والله أحبك يا الله، والله يا أي شيء في جوالي ذا الحين ما يرضي الله لأمسه، والله أي شيء في سيارتي ما يرضي الله لحطمه، والله أي شيء في حياتي يغضب الله لكسره. تخيل إذا أنت سويت هذا الشيء تدري إيش يصير؟ يحبك الله. يحبك من؟ الله. تخيل إذا سويت هذا الشيء الله جل في علاه يفرح. أما سمعتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الله يفرح بتوبة عبده إذا تاب عليه، يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه. يا أخوان أنت الآن في خير تسمع الكلام هذا، والله في بعض الشباب في غفلة. قبل يومين ألقي محاضرة في غرفة غنائية في الإنترنت، يقول لي واحد يا شيخ طير ماني تايب، يا شيخ طير والله ما توب، والله بهذه اللهجة يقول والله ما توب. قلت له ما توب والله وتالله وقسما بالله يا كل واحد ما تأدب مع الله فوق الأرض والله سيؤدب الله في كفن تحت الارض، والله اني اتادب ادب ما بعده، والله اني احط يدينه ولو يقدر يحط رجوله يحطها في يد فمه ويعض عليها ويعض. تدري ايش يعض؟ يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ليتني لم حضر جسد الاستاذ، يا ليتني يوم جلست مع المطاوع وسمعت قال الله قال الرسول، رحت بيتي وما قمت من مكاني الا وارضيت الله، الا وحطمت ما يغضب الله عز وجل في حياتي. والله يا اخوان اقول لك يا من تحرك الايمان في قلبك، يا من تحرك الخير في قلبك، اقسم بايات الله ان الله ما جلسك هذا المجلس وحرم غيرك الا لانه يحبك، الا لانه رحيم بك، الا لانه يبغى لك الخير. انا مره من المرات وقلت هذه القصة وأعيدها، مرة من المرات جلست مع شباب في منتزه من المنتزهات وكان واحد منهم ايش يعسل، سلمت عليهم جلست معهم ذكرتهم بالله، قال هذا اللي يعسل، قال والله والله اني لا اتوب
مو بس والله اني اتوب، والله اني تايب، والله اني تايب، والله اني تايب. سلمت على راسي واعطيته شريط ومشيت من عنده. اقسم بالله اللي اراني وراكم واللي جمعني بكم في هذا المكان، والله الذي لا اله الا هو، هذا الشاب مات بعد 14 ساعة في حادث سيارة. والله هذا الشاب مات وهو يسمع الشريط اللي اعطيته اياه. دخلوه المغسلة في مكة، دخلوه المغسلة في مكة وبدا الشيخ يغسله. طلع الشيخ للصالة حقت المغسلة ولقى ابوه واخوانه وعيال عمه يبكون. يبكون. قال لهم تبكون؟ ابكوا على حالك انت وياه. والله اني عجزتني سبابته. مات على لا اله الا الله محمد رسول الله. فما احلم الله وما ارحم الله وما اكرم الله هذه السبابه اللي قبل 14 ساعه تعصي الله في الثلث الاخير من الليل، لما تاب رجع الى الله فرح الله بتوبته، احبها الله، بدل الله سيئاته الى حسنات، جعل اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله. اسال الله العظيم ان يجعل اخر كلامي وكلامكم من الدنيا لا اله الا الله. قولوا امين.